ميرسي لانكم استقبلتونا هون رياض. ايسا ثالث. شو قالوا لنا اليوم؟ عزمكم على العشاء. اوه ميرسي ميرسي ميرسي، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. ونحن يعني عن جد احلى احلى وقت، يمكن هو وقت اعياد بس عن جد بين العيد، هلا مبين انه في عيد. اهلا وسهلا فيكم. يلا لك ميرسي لانه نحن عندك اليوم بالبيت. خبرينا المشاهدين اللي عم بيشوفوك شو بتخبرون عن ريم؟ اللي عم بيشوفوني اليوم بخبرهم انه ريم كانت بيشنت بالسين جود، خلصت التريتمنت تبعها من سنتين وهلا اعتبر سيرفايفر مفروض. التريتمنت تبعيتي كلها اخذتها بالسين جود كانت على وقت شي سنة تقريبا. اليوم ما بتذكر غير الأشياء الحلوة اللي صارت، حتى الإكسبيرينس كلها بعدها إكسبيرينس حلوة، لأن اللي بيقطع علينا إذا صعب أو سهل، الصعب هو اللي بقوينا والسهل هو ما بعلمنا كتير أشياء. قديش قويت العيلة من بعد قصة ريم؟ أكيد قويت العيلة، هي أوريدي أصلا كانت قوية، يعني إنه نحنا دايما منحس إنه إذا حدا فرح منفرح كلنا، إذا حدا زعل منزعل كلنا، بس حسينا إنه كلنا جمعنا إيه مع ريم، كمان أهلي كمان اللي حوالي كلهم كانوا عم بيسألوا. يعني كان في حالة نفسية ما فيني أعبر لك عنها، بس بالوقت اللي قطعت فيه بعتبر إنه يعني كلنا عائلة خلقنا من جديد. العوارض اللي كانت عم تبين عندي هي إنه مثلاً كنت تعبانة كتير، أرجع من المدرسة نام، أفضل أني أقوم بالليل مثلاً أعمل الأسايمنتس تبعي، أما شيء ما يكون إلي جلد، ما يكون إلي نفس على الأكل، هيك مثل يكون مصفر وجهي كل الوقت. فوصلت لمرحلة مام قلت لي بدك تطلعي تعملي فحوصات، مش عاجبني لون تمك، مش عاجبني مصفر تمك. فأنه أنا كنت وقتها كثير بخاف أنه لا إبري وشي بخوف وهيك، قررت أنه أرجع أطلع أعمل الفحص. بالوقت الموعد اللي عندي فحص الفحوصات فيه بيكون صار عندي مثل التهاب على رقبتي، نفخت هيك صرت رقبة واحدة. كونسير بالغدد الليمفاوية بيقولوا له هاتشكنز ليمفوما. بالأول أكيد ريم ما أبداً ما استوعبت الفكرة، مثل حيالله حدا يعني ما قدرت تقول شو هاي، يعني ما قدرت تعبر قديه متضايقة قديه انصدمت بهيدا الشيء. ظهرنا أنا وريم من بعدها، رجعنا بالليل على البيت، كانت خلص الموضوع هنيك. يعني يارا ملفت بالموضوع انه انت كمان نيرس بقلب المركز، قديه كان صعب انك تطببي اختك؟ صعب كتير صراحة، يعني دايما كان الظاهر هو انه لا انه عادي وعم نقطع هيدي الفترة، بس اللي صعب صعب كتير، يمكن لانه بعرف تفصيل كل شيء، يمكن لانه بعرف كل دواء عم تاخده شو بيعمل، قديه بيضايق قديه بيزعج. في نهار بكون قاعدة انا حد مام بقول لها مام اذا انا كان عندي كانسر وبدي اخذ كيمو فانا بقرر اني ما اخده. فاول شيء فكرت فيه هو هيك يمكن ما بيخطر على بال اي حدا، بس خطرت على بالي وكان هيدا قراري بوقتها، بعدين غيرت. مطمنة عليها كانت، كانت بمطرح انه الناس بيعطوا كل الاهتمام. سان جود يعني انا كيف يعني كيف ما احكي ما فيني رد لهم جميل صراحه، بحسهم هن الملائكه، هن يمكن ايدين ربنا على الارض، هن الرحمه اللي بيبعتها ربنا، يمكن هن من خلالهم بتتفسر يعني باي حدا، وبيشيلوا من مطرح لمطرح احسن بكثير. انه لو ما هن كانوا معي كل هذيك المرحله، ما انا ما كنت هلا هون موجوده. حتى هن عم بخبروني، عم ببلشوا لي بطريقه انه رح تكوني مثلك مثل باقي الأشخاص، رح تقدري تقطعي هيدي المرحلة.
مثل ما بيقولوا الواحد انه بتبلش مش كبيرة وبتبلش تصغر. سو اللي بين مع ريم هو نوع من الكانسرز اللي بيشوفوا بسرعة واللي هين علينا نحن مهمتنا كيف نخبرها وكيف نوصل للرسالة. اول شيء خفت عليها، بعدين بوقتها صرت اكثر يعني اجرب مزع ريم، كون حدات وابسطها باشياء. مثل كيف مثلا؟ مثلا يعني انا كنت اخذ فاكسين وجاي على البيت بوقتها، يارا قالت لي انه هذا الفاكسين ما فيك تقربي عليه، فمن وقتها ماما اخذتني عند تيتا، قعدت عندها جمعه وشوي وصرت انزل من هونيك على المدرسه عشان ما قادري. المركز يعني عم بيجرب يقدم كل شيء بيقدر عليه حتى يكون عم بيهون هالفتره اللي عم يمرق فيها المريض واهله خلال فتره العلاج. وبصراحة نحنا بيكبر قلبنا بس نسمع انه هالقد عم نقدر نساعد وهالقد عم نقدر نقدم لهالعيال وللأطفال اللي هن بحاجة لدعم، مش بس نحنا، دعم المجتمع. ريان خبرنا انت عملت شيء كتير قوي لتساعد اختك، شو عملت؟ هي كان بدها تروح ماتش فوتبول وتلعب مع رفقاتها، فهي ما كان فيها تلعب لأنه إذا الطابق إجت على البوليسايت بتوجعها، فأنا رحت ولعبت وربحنا أنا والتيم تبعونا. نزقف له. كمان وقتها هي كانت عم تقص شعرها، أنا قلت لها أنا كمان بدي روح قص شعري وقصيته. ريم كانت سوبر جيرل يعني أكثر كمان. هي يعني قدرت تحارب هذا المرض وهي أعطتنا القوة، يعني على طول كانت تقول لي إنه الكانسر شيء سهل وما بده شيء. أتمنى لك مستقبل كتير حلو وخليكي هيك قوية وكلك إيمان، لأنه بدون ما تحسي أنت عم تلمسي كتير ناس حواليك وتعلميهم كتير أشياء. خليكي هيك، برافو. لريم انه انا بحبها كثير بحبها. وريان شو بتقلها لريم؟ كمان بحبها مثل ما قال خالو يوسف، وبقلها تضلها قويه كمان مثل ما قالوا. بحب قلكم انه لو ما هيدي الجمعه كانت موجوده كل يوم وبكل نهار من النهار اللي كنت انا عم بقطع فيه، لو ما كانت عائلتي حدي واخواتي حدي والسنتر حدي، ما كنت انا قدرت اقطع كل هيدا الشيء اللي قطعت فيه. فانا بحبكم كثير، يمكن ما بقدر اعبر كثير عن قد ايه بحبكم، بس الشيء اللي اثبت لي انا قد ايه بحبكم وقد ايه وجودكم بحياتي اساسي هي المصاعب اللي بنقطع فيها. وبتمنى انه على السنين اللي جايه نقطع بالحلو والمر سوا، لان بلاكم ما قلها طعم الحياه.